مساء الخير. النهاردة هعمل الحجازية الاسكندرانية. أغلبية الناس ما بتعرفش تعملها، هي معروفة إنها اسكندرانية. بتجيب كوبايتين سميد من على العطار، ده ما بجيبش الكياس ده، دي سميد من على العطار، ده كوبايتين، وكوبايتين دقيق، وذرة ملح، نص كوباية سكر، خميرة، وعاملة لها عاملة لها اختبار، كوباية سمنة، نص زيت ونص سمنة، يعني كوباية مية. دول كلها مكونات العجينة الأولانية. الحش كوباية إلا ربع سميد، كوباية إلا ربع سكر، 3 معالق أو معلقتين حسب ما بتحبي قرفة، حسب ما بتحبي. وساعة ما اجي اعمل الحشو وهوريكم ازاي طريقته. نبدأ هنا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الدقيق العادي اللي هو كوبايتين على كوبايتين السميد ده، والملح والسكر، دول يتقلبوا في بعض، يتقلبوا في بعض جامد هنا عشان هنحط السمنة الأول. نبدأ نحط السمنة بعد ما اندمج الدقيق كله مع بعض. نفضل نديه نقلبه كده فيه لحد ما الدقيق يتشرب من السمنه والزيت. كده السميد كله اندمج مع السمنه او الزيت او الاتنين على بعض. انزل الخميره، خميره عليها نص كوبايه ميه ومعلقه سكر او معلقه ونص، تدوبيها كويس لحد ما تدوب، وتسيبيها في مكان تعرفي نجربها فيه. كده خميرة اتحطت، هنحط المية نشوف هياخد قد ايه كمية مية. كمان هي ممكن تاخد كوباية، يعني ممكن تاخد كوباية وربع كوباية مية حسب الدقيق، عشان في دقيق أبيض عادي فده اللي بيشرب مية. بعد كده بقى هقسم العجينة اتنين، هي كده هو كفاية عليها كده، انا عايزاه كده. هقسم العجينه اتنين وارجع لكم. كده قسمت العجينه اتنين، النص اللي هحطه فوق الوش ده اهو، النص اللي انا فردته في الصينيه، دهنت الصينيه زيت وفردت نص العجينه. نيجي للحشو، دي قلنا كوبايه الا ربع سميد عليهم كوبايه الا ربع سكر، نقلبهم وننزل القرفة. هي الحقيقة كل ما بتبقى القرفة كتيرة بتبقى حلوة وليها طعم جميل، كفاية ريحتها يعني بصراحة. هنعمل ايه بقى تاني؟ هنحط معلقة زيت للمعة بتاعتها، دي بقى اللي اغلب الناس ما بتعملهاش دي. كده هو بقلبها كويس يشرب منها، ورشرش ميه، ما بهرشش ما بحطش ميه كتير، ترشرش كده، انا مش عايزاها تبقى معجنه، انا عايزاها تبقى مفرفره. كمان حبه صغننه خالص، ننزلها على النص العجينة.
العجينة اللي احنا مفردينها. نفكت كلها اندمجت في بعض. كده انا عملت الطبقة التانية، لسه الطبقة التالتة اللي فوق الوش. بعد ما اخلص هفرد وهبقى ارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه فوق الوش. كده بعد ما حطيت الطبقة التالتة، ادي الطبقة التالتة اهي، بعد ما حطيتها خالص وزبطتها باجي اجيب الشوكة امشي بيها كده 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 خلاص كده اهو، وبعدين بشقها. وبعد ما بشقها بخليها في مكان دافي تخمر بتاع ساعة، وبعديها هدخلها الفرن، وبعد ما اطلعها الفرن هوريها. لما بتطلع من الفرن ما بجيش جنبيها الا بعد ما بتبرد خالص عشان ما تتفرفتش. كده هدخلها هسيبها ساعة تخمر وارجع لكم تاني. شايفين جمالها ما طلعت من الفرن جميلة ازاي؟ قطعت اهي قطعة اهي، جميلة جميلة يعني بصراحة، بس ما تقطعهاش لما تبرد خالص، يعني تكملوا قطعها. انا طبعا كنت شقها قبل ما ادخلها الفرن، بعد ما بتطلع لازم تبرد، هي لسه برضو هي سخنة، بس برضو انا مستعجلة عليها اقطع قطعة منها واوريها لكم. وبكده تحبوا بقى تجربوها وشوفتوا قناتي، يا رب تعملوا لي متابعة وتعملوا لي شير، واشكركم قوي، ويا رب تجربوها في منتهى الجمال بصراحة، وسهلة. شكرا لكم.